قبل ما نبدأ الفيديو حق علي أن نشكركم دائما على التفاعل ديالكم، اشتراك، جيم وتعليق إيجابي. وهذا الشيء لكان كيدل على شي حاجة، فراه كيدل على أنكم جمهور راقي، حيث هذا التفاعل كيحفزني نعطي أكثر وكيخلي خوارزميات اليوتيوب تنشر الفيديو. ودير في بالك إلا كان صانع المحتوى هو اللي كيصنع المحتوى، فراه الجمهور هو اللي كيصنع صانع المحتوى. مشينا. في الفيديو اللي قبل كنا تكلمنا فيه على الكولونيل محمد عبابو، وكانت ثاني شخصية تكلمنا عليها في هذه السلسلة، واللي كتتعلق بالتعريب الشخصيات اللي مرت معانا في انقلاب الصخيرات وانقلاب البوينغ. أما الشخصية الثالثة ولا الاسم الثالث اللي غنتكلموا عليه في هذه السلسلة، فهو الجنرال محمد أوفقير، العقل المدبر لانقلاب البوينغ. فشكون هو محمد أوفقير؟ وشنو المسار ديالو الدراسي والمهني؟ وشنو العلاقة ديالو بأحداث الريف وقمع المعارضين وقضية اغتيال مهدي بن بركة؟ وشنو الموقع ديالو من انقلاب الصخيرات وانقلاب البوينغ؟ وكيفاش كانت النهاية ديالو؟ فهادشي اللي غنشوف في هاد الفيديو. محمد أوفقير تزاد سنة 1920 بقرية عين الشعير في نواحي مدينة بودنيب جهة درعة تافيلالت. وحسب ما ذكرت ملكة أوفقير، فالأصول ديال أوفقير جزائرية، وعائلة أوفقير جات من سيدي بلعباس بالجزائر، وكانت العائلة معروفة بحسن ضيافة الغرباء ومساعدة المحتاج. وحسب بعض الروايات فالأب ديال أوفقير أحمد بن قدور كان من الغزاة وقطاع الطرق اللي كيعتارضوا طرق القوافل اللي كتجي من الجنوب. وحسب الضابط الفرنسي كلود، فالأب ديال أوفقير هو اللي علم الابن ديالو محمد أوفقير طريقة التعذيب اللي كان كيخدمها مع تجار القوافل باش يعترفوا فين مخبين الذهب ديالهم باستخدام الخنجر. وكان أحمد بن قدور من المعارضين ليوطي، ومن بعد انضم ليه. وفي سنة 1910 ولا من الأعيان اللي تولوا بشوية بودني بدعم فرنسا اللي كانت كتهيئ الإعلان الحماية على المغرب. وكان من القيادات اللي اعتمدت عليها السلطات الاستعمارية باش تبسط السيطرة ديالها على التراب المغربي. وكان عدد الإخوة ديال أوفقير 16 تقريبا، ودخل المدرسة في سن متأخرة بأحد مدارس بودنيب. ومن وصل سن 15 سنة التحق بإعدادية أزرو، واللي كان الهدف من إنشائها من طرف فرنسا هو جمع أبناء الأعيان وتلقينهم تعليم عصري وفرض نظام داخلي صارم لتأطيرهم. وكانت مدة الدراسة فيها 3 سنوات، وكيتم فيها منح شهادة اللي كتأهله أنه يكون معلم ولا أمين سر في إدارة الشؤون المحلية. وكانت فرنسا كتوجه الخريجين من الإعدادية حسب القدرات ديالهم، منهم اللي التحق بالجيش الفرنسي، ومنهم اللي توجه الإدارات الفرنسية في الرباط والمدن الكبرى. وكان محمد أوفقير من المتفوقين خاصة في الفيزياء، وجمعته علاقة صداقة متينة ببوغرين اللي كان زميله في الدراسة واللي غيولي من الجنرالات الكبار في المغرب. وبفضل النتائج الجيدة اللي حصل عليها أوفقير في أزرو، قدر أنه يلتحق بمدرسة الدار البيضاء العسكري بالقرب من مكناس. وهنا غيتعرف أوفقير على الجنرال حمو أمحزون، وقدر أوفقير يتخرج من هذه المدرسة العسكرية برتبة ملازم ثاني سنة 1941. ومن بعد التحق بكتيبة القناصة المغاربة الرابعة في حامية تازة. وكان أوفقير من الجنود اللي خاضوا معارك هامة في الحرب العالمية الثانية في صفوف الجيش الفرنسي، خاصة في الحملة العسكرية اللي كانت بقيادة الماريشال ألفونس جوان. هاد الحملة اللي بين فيها أوفقير على قدراته العسكرية وتصاب بجروح خاصة في العين ديالو اليسرى. وحصل أوفقير على وسام صليب الحرب، وملي دخل لروما تم اختيار أوفقير باش يهز العالم الفرنسي على رأس استعراض عسكري، بالإضافة لوسام جوقة الشرف، ووسام النجم الفضي الأمريكي
سيلفر ستار من بعد معارك تحريصينا، وتم ترقية أوفقير لرتبة ملازم أول. ومن بعد تم نقل أوفقير لهند الصينية مع فرقة القناصة الرابعة، وتم بين الكفاءة ديالو الحقيقية، وزادت الشهرة ديالو بالمواقف الفروسية، حتى أن الرؤساء ديالو كانوا كيقولوا بعد أوفقير يعد المظليون مثل أطفال جوقة المارتلين. وكانوا بعض الصحفيين كيشبهوا المشي ديال أوفقير بالفهد، والصورة الجانبية ديالو بالنسر. وكان أوفقير مختص في الاستخبارات، وكانت عنده صلة بجميع دوائر الأمن الفرنسي. وحسب بعض الشهادات، فالجنرال أوفقير لعب دور كبير في رحيل بن عرفة وعودة الملك محمد الخامس للعرش. من اللي رجع الملك محمد الخامس من المنفى كانت لحظة تاريخية، وكان الشعب كله كيهتف بعبارات الحب للملك محمد الخامس. وكان أوفقير كذلك في استقبال الملك. من اللي نزل الملك من الطائرة وتوجه للسيارة، تقدم واحد من رجال الشرطة كان هاز علبة فيها مسدس، وطلب من السائق يتسلح به، وهو يشد أوفقير المسدس بدون استشارة، وركب السيارة اللي فيها الملك محمد الخامس، وطمأنوا بأنه ما غيكونش في خطر مادام أوفقير في جنبه. الشي اللي خلى الجنرال أوفقير يكون المرافق الأول للملك ويعتمد عليه في هذه المرحلة اللي كانت من بعد الاستقلال، وعرفت بزاف الاضطرابات والصراعات. أما الملك الحسن الثاني فأكد بأن مرافقة أوفقير للأسرة الملكية كان أمر إجباري ومش اختياري، وهذا الشيء اللي أكده في كتاب ذاكرة الملك، من اللي قال يمكن القول بأن أوفقير فرض علينا، فهو لم يكن الضابط المغربي الوحيد الذي عمل في صفوف القوات المسلحة الفرنسية. وعند عودتنا من المنفى إلى المغرب في 16 نوفمبر 1955، وجدنا أوفقير الذي كان تابعا آنذاك للإقامة العامة في انتظارنا لدى نزولنا من الطائرة، حيث تقدم للسلام علينا ثم أخذ مكانه بجانب سائق السيارة كأحد ضباط المرافقين لنا. وغداة ذلك وجدناه في صفوف الحرس الملكي، وهكذا دواليك. وبالنسبة لي فأنا ورثه فقط عن والدي، ولم تكن تربطني به أي علاقة شخصية، في حين كنت أفضل ضباط آخرين كانوا أصدقائي. لا أعلم ما إذا كان أوفقير قد فرض علينا قضاء وقدرا، أم أن شخصا ما هو الذي فرضه علينا، غير أني أعتقد أن ظهوره إلى جانبنا هكذا لم يكن بمحض الصدفة. الشيء اللي أكد كذلك السفير البريطاني في الرباط في ذاك الوقت باللي كتب: ولا يخفى على أحد اليوم أن فرنسا الاستعمارية هي التي فرضت أوفقير على الملك الراحل محمد الخامس، وذلك رغبة منها في تدبير استقلال المغرب الذي فرض عليها في إطار تبعيته الوثيقة لباريس، وهذا بفضل أوفقير والضباط الذين تكونوا وتدربوا وراكموا التجربة وحاربوا تحت رايتها وإمرتها. وكانت المرحلة اللي جات من بعد الاستقلال مرحلة صعبة، عرفت بزاف ديال التحولات والصراعات والاضطرابات، خاصة الصراع اللي كان بين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، وأحداث الريف سنة 1958. واللي كيهمنا في هذه النقطة هو كيفاش واجه أوفقير هذه الانتفاضة اللي كانت في الريف. والأحداث اللي وقعت في الريف كتعتبر من النقط الحساسة، والحديث فيها كيحتاج لبحث مستفيض والنظر للموضوع من عدة زوايا. ومن الصعب تحديد السبب الرئيسي لهذه الانتفاضة اللي كانت فيها عدة عوامل متداخلة، منها نقل رفات المساعدي من فاس الأجدير، والصراع بين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، وكذلك تحركات عبد السلام أمزيان بالإضافة للتهميش والبطالة. وصرحت عائشة الخطابي في إحدى اللقاءات الصحفية بأن أوفقير هو المسؤول على الفضائع اللي تم ارتكابها في الريف. وكتقول عائشة الخطابي في سياق لقائها بأوفقير: أول مرة وقع نظري عليه كان خلال حضوري لحفل زفاف أخت زوجة أوفقير فوزية الشنة، زوجة الكولونيل بخرطة الذي كان من أعز أصدقاء زوجي. ما كان لافتا في شخصي هو نظاراته السوداء التي كانت تشعر الناظر إليه بكثير من الغموض، وخلال ذلك اللقاء أحسست بغموض كبير يلف شخصيته. ورغم محاولته طمأنتي من خلال قوله لي
إن عائلة عبد الكريم الخطابي في حمايته، إلا أن ذلك لم يفلح في طرد شعوري باستهجان الحديث معه بسبب تذكري لإحداث الريف وما ارتكبه من تقتيل وقمع في حق الريفيين، ولذلك الفصل الدامي من انتفاضة 1958. ومن بين القصص اللي كتروا على أوفقير في أحداث الريف أنه كان جاب بعض الأسرى، ومن اللي تم إطلاق سراحهم وكانوا غاديين تفجرت قنبلة اللي مزقت الأجساد ديالهم، وكان أوفقير هو اللي دار هاد القنبلة في القبض ديال الجلابة ديال واحد فيهم، وكان كيخدم الخنجر في الذبح حتى تلقب أوفقير بالرجل الدموي. وكان الجنرال أوفقير كيحاول يبين الإخلاص للملك محمد الخامس، وفي سنة 1960 غيتم تعيين أوفقير مدير عام للأمن الوطني خلفا لمحمد الغزاوي، وتم تكليف أوفقير بمهمة تأسيس المخابرات المغربية واللي كتعتبر منبع لكل الأجهزة المخابراتية المغربية بحال تيستي. وحسب بعض الروايات فأوفقير بالإضافة لخبرة ديالو في الاستخبارات الفرنسية، إلا أنه استعان بخبراء من المخابرات الأمريكية. وفي سنة 1963 تم تعيين أوفقير وزير الداخلية، ومن بعد سنتين جات مظاهرات دار البيضاء المشهورة سنة 1965، وواجه أوفقير هذه المظاهرات بالقمع والتقتيل، حتى أن عائلة الضحايا بدأوا يوصفوا أوفقير بالسفاح ورجل الدم. وفي نفس السنة واللي هي سنة 1965 تم اغتيال مهدي بن بركة، واللي غنتكلم عليه في حلقة خاصة مستقبلا في القناة. وكانت أصابع الاتهام هذه المرة موجهة لرجل الدم محمد أوفقير، خاصة أنه كانت عداوة بين أوفقير وبن بركة، هذا الأخير اللي كان كيطالب بتطهير القوات المسلحة من الضباط اللي خدموا بجانب الاستعمار واللي كان على رأسهم أوفقير. وكتعتبر قضية اختفاء بن بركة من القضايا المحيرة واللي اختلفت حولها الروايات والقصص، واللي تعتبرت بمثابة لغز. ومن بين القصص اللي تروات في قضية اغتيال بن بركة أنه كان تخطيط مسبق لاختطاف بن بركة في فرنسا، وبالفعل هادشي اللي تم. ومن بعد الاختطاف تم نقله لواحد الفيلا جنوب باريس واللي كان فيها أوفقير والدليمي وبعض العسكريين، وفي وسط هاد الفيلا كانت عملية تعذيب بن بركة، من اللي علق الدليمي المهدي بن بركة بحبل وربط ليه اليدين ورا ظهره، وكانت الضربات موجهة للمعدة ديالو، وكان الدليمي كيشد بونجة ممسخة ويديرها في الفم ديال بن بركة. وحسب بعض الروايات فأوفقير طعن بن بركة بالخنجر ديالو، وكانت الوفاة ديال بن بركة داخل الفيلا. ومن بعدها جات مرحلة التخلص من الجثة. هاد الحادثة خلفت ضجة كبيرة وحطت الحكومة الفرنسية في حرج، الشي اللي خلاها تطالب بمحاكمة أوفقير والمساعد ديالو الدليمي، وكان أوفقير تمنع من أنه يدخل الأراضي الفرنسية. وفي سياق مقارنة أوفقير بالمهدي بن بركة كيقول جيل بيرو، مع أن المهدي بن بركة إلى حد ما مثل أوفقير نتاج خالص من الاستعمار الفرنسي لكنه أجوده. وحسب بعض الاستنتاجات فكل هذه الأعمال الدموية اللي ارتكب أوفقير في حق المعارضين وكان كيتلدد في تعذيبهم كان الهدف منه هو التمهيد للوصول للحكم، الهدف اللي بان بوضوح في انقلاب البوينغ سنة 1972. وبالرغم من كل هذه المعارك اللي خاضها أوفقير في الحروب واللي كتجسد حياة العسكري الصعبة، بالإضافة للمناصب اللي شغلها والأعمال الدموية اللي قام بها، فهادشي ما منعوش أنه يعيش قصة حب ويكون أسرة. غيتعرف أوفقير على شريكة حياته فاطمة الشنا، ملي كان عمرها 15 سنة تزوجها وعاشوا في شقة صغيرة، وكان أوفقير كيعلم فاطمة حياة التحضر وطرق التعامل مع المجتمع الراقي وكيفاش تعتني بالمظهر ديالها وكيفاش تختار كذلك الملابس. وكتحكي فاطمة في كتابة حدائق الملك أن أوفقير كان كيحب حب جنوني، وبالرغم من أنه كان جلاد إلا أنه كان متسامح معه، حتى أنه من اللي اكتشفت خيانته لها وطلب الطلاق وافق على الطلاق ديالها كإرضاء لها. وبالرغم من أنها تزوج الضابط آخر فأوفقير بقى كيحبها بالرغم من أنه تزوج مرة أخرى. وكتحكي الإبنة ديالو ملك أوفقير كيفاش أن الأب ديالها
بقى كيحب الام ديالها، وقنعها انها تطلق داك الضابط وتزوجها مره اخرى من بعد ما طلق مراته الثانيه، وتجمع شمل عائله أفقير مره اخرى. وكان عدد ابناء أفقير 6 ديال الاولاد، واللي هما رؤوف وعبد اللطيف وملكه وماريا ومريم وسكينه. العائله اللي غدوق الم السجن من بعد ما ضاقت لذه القصر. واستمر أفقير على راس وزاره الداخليه حتى انقلاب السخيرات اللي كان سنه 1971. هذا الانقلاب اللي تكلمنا عليه بتفصيل في سلسله انقلاب السخيرات، وعطينا خلاصه عليه اثناء الحديث على الكولونيل محمد عبابو. وفي هذه الفتره بدات بوادر تخطيط أفقير الانقلاب على الملك الحسن الثاني والوصول للحكم. فمباشر من بعد نجاة الملك الحسن الثاني بقصر السخيرات على يد احد الجنود اللي كانوا مشاركين في الانقلاب، واللي هو ساجان كنوش محوش، غيولي الجنرال أفقير وزير الدفاع. وكان الملك الحسن الثاني قال لأفقير: جنرال أفقير، قف، إنني أعهد إليك اليوم بجميع سلطاتي العسكرية والمدنية تولى إنهاء هذه القضية. وتكلف أفقير بإنهاء الانقلاب وإلقاء القبض على الجنود وكل من ليه علاقة بالانقلاب. هاد الصلاحيات اللي خولها الملك الحسن الثاني لأفقير خلاته يكون الرجل الأقوى في المغرب، وكانت هذه هي الفرصة المواتية لأفقير باش يقضي على الشخصيات القوية واختار العناصر اللي ممكن تشارك معها في الانقلاب الثاني. وكان أفقير وراء السرعة في تنفيذ الإعدام في حق الجنرالات الربعة، واللي هما حمو وأم حارش وحبيبي وبوغرين، بالإضافة لعقادة الستة واللي كان من بينهم الفنيري والمانوزي والشلواطي وغيرهم. وهذا الشيء كان بهدف أنهم ينفسوش على السلطة مستقبلا. وحسب بعض الروايات فالسرعة في تنفيذ الإعدام كان سبب هو القضاء على الشهود باش ما يكتشفوش أمر أفقير اللي كان ليه يد في انقلاب السخيرات. وهذا العمل يتكررت بشكل واضح ملي عطى الأوامر بذبح كل الطيارين في قاعدة القنيطرة واللي شاركوا في انقلاب البوينغ. والسبب طبعا هو القضاء على الشهود. والعديد من الإشارات كانت تدل على أن أفقير كان ليه يد في هذا الانقلاب. ومنها حكاية مؤرخ المملكة المغربية عبد الوهاب بن منصور، واللي رواها الإعلام صديق معنينو، واللي كتقول بأن الملك توصل برسالة فيها تحذير للملك بأن أفقير كيخطط لمؤامرة، وأنهم كيتجمعوا في واحد المكان، وأن عبابو كيخطط لكذا وكذا. إلا أن الملك الحسن الثاني واجه هذه الرسالة بنوع من اللامبالاة. وحسب بعض الروايات فالجنرال أفقير عرضوا عليه فكرة الانقلاب وقال لهم بهذه العبارة: إذا نجح الانقلاب أنا معكم، وإذا فشل غندبحكم. ولعل هذا الشيء اللي كيفسر السرعة في تنفيذ الإعدام بإشراف الجنرال أفقير. ومن بين الأمور اللي كانت كتدل على أن أفقير كانت كتراود فكرة الانقلاب، صرخت الجنرال بوغرين يوم الإعدام ملي صاح وقال: احترس يا أفقير، سيأتي دورك في المرة القادمة، أنا أعلم أنك شريك لنا في الفكر. وكي أكد هادشي كذلك الكلام اللي جا في كتاب صديقنا الملك الجيل بيرو، واللي نقل فيه كلام جون لاكوتور، واللي قال: منذ 20 عاما لم يتعرض الشعب المغربي مرة للخطر إلا ووجد أفقير إلى جانب أعداء وحدته وتحرره وتقدمه. ملي كان أفقير كيأدي المهمة اللي كلفوا بها الملك الحسن الثاني واللي هي إناء قضية الانقلاب، كان أقل شراسة من السابق، وكان كيستقبل بعض الضباط المشاركين في المنزل ديالو من أجل استجوابهم والوقوف على تفاصيل أحداث الانقلاب بحال استقبال محمد الرئيس. وحسب بعض الروايات فسبب هاد الليونة اللي تعامل بها أفقير مع الجنود كان سببه هو محاولة كسب ود الجنود واستعمالهم في الانقلاب الثاني. في هاد الفترة غيتصل أفقير بأمقران قائد القاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة، وطلب منه يجي عنده للرباط حيت أمقران كان في السخيرات ملي وقع الانقلاب، وقدر أنه يهرب ويلتحق بالقاعدة الجوية. ملي اتصل أفقير بأمقران وطلب منه المجيء للرباط، غيتصل أمقران بدوره بصالح الشاد وطلب منه يتصل بالمساعد المفضل الماغوتي باش يجيب السيارة ويرافق أمقران للرباط. وهنا غيمشي أمقران برفقة الماغوتي وأحد المرافقين. وملي وصلوا للرباط قال لهم أمقران: أصدقائي، إذا لم أرجع بعد ساعتين فرجعوا إلى القاعدة، ووداعا يا أصدقائي.
حيت أمقران كان عارف أن أفقير ممكن يصفيها لي في أي لحظة. ملي دخل أمقران على أفقير غيتوجه ليه الجنرال أفقير وغيزول النظارات ديالو وغتجي عينه في عين أمقران بحال شي كوبرا غتنقض على الفريسة ديالها، وغيقول له أنا عارف أنك من المتورطين في هذا الانقلاب وعندي شهادات الزملاء ديالك اللي كتبت التورط ديالك في العملية. غينفي أمقران التهم، لكن أفقير غيشد الهاتف واتصل بالأصدقاء ديال أمقران وطلب من أمقران يدير السماعة الثانية باش يسمع المكالمة، وبالفعل تم الاتصال بالضباط الثلاثة اللي اتهموا الزميل ديالهم بالتورط في الانقلاب. ملي سالت المكالمة قال أفقير لأمقران هادشي كيعني أني خاص نطلق عليك النار في الحين وتكون من المعدمين، لكن مادام أن السلطات كلها بيدي فغنمنحك فرصة أخرى للحياة، اعتبر نفسك مراقب ابتداء من هاد اللحظة، سير القاعدة ودير أي حاجة أمرتك بها. وهكا قدر أفقير يدير أمقران في جيبه باش يكون وسيلة لتلفيل الانقلاب الثاني. ملي هدأت الأمور ولا أفقير وزير الدفاع والماجور العام، بدا كيزور القاعدة الجوية بالقنيطرة زيارات متكررة، وكان الهدف من هاد الزيارات هو يكسب الطيارين باش يكونوا من الأتباع ديالو ويستعملهم في الانقلاب الثاني كيف ما استعمل عباب وجنود مدرسة أهرمومو في الانقلاب الأول. وكان أفقير كيلبي أي حاجة طلبوها ضباط القاعدة وكيحل المشاكل ديالهم، وملي تقوت العلاقة بالجنرال أفقير وأمقران غيعرض عليه أفقير المشروع الانقلابي ديالو على الملك الحسن الثاني وحكاله بعض الأسرار اللي كيعرفها على الملك. ومن بعد تردد أولي غيوافق أمقران وطلب أفقير من أمقران يهيئ خطة محكمة باش يكون الانقلاب هاد المرة انقلاب تقني وعصري عوض الفانتازيا اللي دارها عبابه والرجال ديالو في قصر الصخيرات. وكانت الخطة هي إسقاط الطائرة الملكي في البحر. في هاد الفترة غيمشي أمقران لفرنسا من أجل العلاج حيث كان مصاب بسرطان الكليتين، وملي رجع أمقران للمغرب غيولي هو القائد الثاني للقوات الجوية الملكية نائب الكولونيل يوسي القائد العام لقوات الطيران، وغيولي قويرة هو القائد الأول القاعدة الجوية بالقنيطرة في مكان أمقران، وغيولي الطيار صالح الشاد هو القائد الثاني القاعدة الجوية بالقنيطرة ورئيس العمليات. وكان الهدف من ترقية أمقران هو يكون له صلاحيات أوسع باش ينجح الانقلاب. وجات اللحظة اللي غيغادر فيها الملك الحسن الثاني لفرنسا، وكانت هاد اللحظة كتحظى بحذر من الملك. غيمشي الملك والمرافقين ديالو في القطار لمدينة طنجة وركبوا في البحر متوجهين لمارسيليا، ومن ثم داتهم طائرة مباشرة لباريس. في لحظة الوداع في طنجة غيثير انفعال أفقير انتباه الشهود، غيحني أفقير بحال جميع أعضاء الحكومة وغيقبل يدي الملك من الجهتين وبدا كيجهج بالبكاء حيث كان كيعتقد أنه ما غيوليش يشوف الملك مرة أخرى، لكن التخطيط شيء والأقدار شيء آخر. في الفترة اللي كان فيها الملك الحسن الثاني في فرنسا كانت القاعدة الجوية والمدبرين لهذه العملية كيستعدوا لإنجاح خطة الانقلاب وإسقاط الطائرة. كان أفقير بغى الأمر يبقى سري بينه وبين أمقران، وطلب منه يقصف طائرة البوينغ بطائرة واحدة تكون مسلحة، وكان الهدف هو أن أفقير يسهل عليه تصفية أمقران وكذلك باش ما يكونوا الشهود اللي يشهدوا بأن أفقير هو الرأس المدبر لهذه العملية الانقلابية. لكن أمقران طلب من أفقير باش ينضم ليهم الكوموندو قويرة، ووافق أفقير على الطلب. في صباح يوم 16 غشت سنة 1972 واللي هو يوم الانقلاب، كانوا الضباط كيتناولوا وجبة الفطور بالقاعدة الجوية بالقنيطرة وهما يتفاجئوا بحضور أمقران القاعدة واللي خبرهم بأنه رجع القاعدة باش يديروا عملية الخفر بمناسبة رجوع الملك من فرنسا، وعملية الخفر المقصود بها حراسة الطائرة الملكية. غيتوجه أمقران وقويرة لمكتب القيادة وطلب من حشاد يوجد 6 طائرات لحراسة الطائرة الملكية أثناء دخول الأجواء المغربية، 3 طائرات مسلحة و3 طائرات بدون سلاح. غيمشي صالح حشاد لقاعة العمليات وغيدير اجتماع مع جميع الطيارين وذكر اسم الطيارين اللي غيشاركوا في عملية الخفر. وفي المقابل كانت عودة الملك الحسن الثاني من فرنسا،
توقف الملك في برشلونة وتناول الغداء مع وزير الخارجية الإسبانية غريغوري لوبيز. في خلال التوقف في برشلونة غيتصل مركز المراقبة الإقليمي في الدار البيضاء بربان الطائرة الملكية قباش باش يعرفوا موعد تحليق الطائرة الملكية فوق سماء طنجة، لكن قباش جاوبهم بأن موعد الانطلاق راهين برغبة الملك الحسن الثاني. وقبل الإقلاع أطلب قباج من بر المراقبة في مطار رباط سلا الإذن بالمرور فوق أجواء تطوان عوض طنجة، وهادشي اللي تمت الموافقة عليه. وفي هاد الأثناء غتقلع ست طائرات F5 من القاعدة الجوية بالقنيطرة، ثلاث طائرات مسلحة كان فيها كل من قويرة وبو خالف وزياد. زياد غيعرف أنهم توجيه القصف الطائرة الملكي قبل ما تقلع الطائرة، أما بو خالف فما غيعرف أن المهم هي قصف الطائرة ومشي حراسة الطائرة الملكية حتى غيحلق في السماء. أما الطائرات الأخرى اللي ما كانش مسلحة وحتى الطيارين اللي كانوا فيها ما كانوش على علم بالانقلاب، فكان منهم الطيار صالح الشان وراكب حداد الدكالي اللي طلب منه يرافق بهدف النزهة فقط. أما الطائرات الأخرى فكان فيها كل من دحو وبو بكر. ملي قلعوا الطائرات كان الطيار صالح الشاد هو قائد السرب، اتجهوا مباشر للشمال لاستقبال الطائرة الملكية. كان بالقرب من حشاد كل من دحو وبو بكر، أما قويرة فكان قريب منه كل من زياد وبو خالف. ملي وصلوا للشمال اتصلوا بهم في برج المراقبة وخبروهم بأن الطائرة الملكية دخلت الأجواء المغربية. في هذه اللحظة غيطلب حشاد بصيفته قائد السرب من الطيارين يبدأوا عملية الخفر، وتوجه حشاد والمرافقين اللي مع اليمين ديال طائرة البوينغ. لكن ملي غيلتافت حشاد لجهة الشمال ما غيلقاش الطائرات الأخرى بجانب البوينغ. من بعد 3 دقائق غيبانوا ليه الطائرات الأخرى كتطلع وتهبط. كان حشاد كيعتقد أن قويرة كيدير الأعمال البهلوانية لتحية طائرة الملك، لكن في واحد اللحظة غيتفاجئ بأن طائرة الملك كتقصف. وغيسمع في الجهاز ديالو واحد منهم كيقول بعد من الطائرة. هنا غيعرف حشاد والمرافق اللي راكب معه الدكالي أنه انقلاب، وهو يقول للدكالي خاص نهربوا لإسبانيا. لكن حشاد غيجاوبو علاش غنهربوا حنا ما خططناش للانقلاب، وغيتوجه حشاد مباشرة القاعدة الجوية بالقنيطرة، وغيبقى قويرة وبو خالف وزياد باش يقصف الطائرة. في اللحظة اللي بغى فيها قويرة يقصف فيها الطائرة الملكية غيتفاجئ بأن الطائرة ديالو ما كتستجبش لعملية إطلاق النار. هنا غينفعل قويرة وطلب من الأصدقاء ديالو يبعدوا من عند طائرة البوينغ باش يقوم بعملية شبه انتحارية. كان بغي يتوجه بالطائرة ديالو F5 في اتجاه طائرة البوينغ باش يصطدم بها ويوقع انفجار، وقبل ما يصطدم بها يتلاح بالمظلة ديالو. لكن في اللحظة اللي تلاح فيها بالمظلة الطائرة ديالو انحرفت على المسار ديالها وما اصطدمش بطائرة الملك. غيطيح قويرة وغيتكسر من الدراع ديالو، ومن بعد تم إلقاء القبض عليه من طرف الدرك في نواحي سوق الأربعة وداوه القصر الملكي. أما الملازم زياد فغيطلق 200 رصاصة لكن ما تمكنش من إصابة الطائرة الملكية، والوحيد اللي قدر يقصف الطائرة الملكية هو الملازم بوخالف. والغريب في الأمر أن بوخالف هو الطيار اللي علموه بالانقلاب وهو في الجو. هنا غتصاب طائرة الملك بأضرار كبيرة، عطل المحركين والثالث شعلت في لافية. وبالرغم من القصف اللي تعرضت ليه الطائرة الملكية إلا أنها نزلت في مطار رباط سلا مع جونس من بعد مطاردة من طرف الطيارين اللي دامت نص ساعة تقريبا. كيقول الملك الحسن الثاني في معرض إجابته على السؤال التالي: هل اعتقدتم في لحظة ما بأنكم لن تفلتوا من هذا الاعتداء؟ كيقول الملك الحسن الثاني: تقنيا كدنا نالك، فلم يبق سوى محرك واحد للطائرة شبت فيه النيران، وكان ربان الطائرة السيد القباج تغمد الله برحمته ربانا بارعا، حيث كان يشرف على منح رخص القيادة لربابين الطائرات لمسافات طويلة التابعة لخطوط الجوية الفرنسية. وفي لحظة ما توجه إلي بقولي: هل تسمحون لي بارتكاب أكبر خطأ؟
يمكن أن يرتكبه ربان طائرة، ألا وهو تشغيل المحرك الذي شبت فيه النيران. إنها فرصتنا الوحيدة. فأعطيتهم موافقتي، وهنا حدثت المعجزة، حيث اشتغل المحرك، فلو لم يفعل ذلك لتحطمت بين الطائرة، لا سيما وأن جميع أجهزة القيادة المائية قد تعطلت. والواقع أن القباج ومساعده البكاري كانا يبدوان وكأنهما يحملان على كاهلهما ثقل 40 طنا، وهو وزن طائرة البوينغ، مما جعلهما يضلان بعد نجاتنا لمدة تزيد على 10 أيام طريح الفراش، نتيجة ما أصابهما من تجنج عضلي وإرهاق شديد. كيقول الإعلام صديق مانينو كرواية منه أثناء التغطية ديالو لهذا الحدث، كيقول بأن المطار كان فيه وزراء كينتظروا قدوم الملك، وكان من بينهم الجنرال أوفقير اللي كان كيدخن السيجارة وكيضحك مع الوزراء. وعادة ملي كتنزل الطائرة كتجيب دورة وكتهبط في المطار، لكن هذه المرة جابت دورة واختفت. ملي هبط الطائرة الملكية كانت مصابة، ونزل منها الملك والمرافقين اللي كانوا معه، ومنهم الدليمي وملاحفيد العلوي وغيرهم. ملي هبط الطائرة غيتفاجئ أوفقير وغيتوجه مباشر لبرج المراقبة، وغيأمر الطيارين باش يجهزوا 6 طائرات ويقصفوا المطار والقصر الملكي بالرباط. كيقول الملك الحسن الثاني لقد نزلت الطائرة بأرض المطار بعجلة واحدة، ومخازنها لازالت ممتلئة بالوقود، وذلك أمر بديهي لأننا لم نحلق كثيرا في الجو. وقد نزلت من الطائرة وامتطيت سيارة كانت واقفة هناك، ووصلت إلى القاعة الشرفية حيث كان الوزراء يتجاذبون أطراف الحديث، وكان أفراد الحرس الملكي الذين كانوا سيؤدون التحية على نغمات النشيد الوطني جالسين هم أيضا، والبنادق والطبول مرفوعة على الأرض، فلم ينتبه أحد لما حدث. وبمجرد وصولي وقف الجميع وأدوا التحية، ثم استعرضت فرقة من الحرس وتقدم الوزراء للسلام علي. وعندئذ فقط قلت لهم هل تعلمون أن طائرتي تعرضت لإطلاق النار؟ فذهل الجميع. في هذه اللحظات غي خطط الملك الحسن الثاني يخرج من المطار خفية بلا ما يشوف شي حد، حيث الملك الحسن الثاني كان عارف أن الطائرات F5 اللي قصف الطائرة ديالو ما يمكنش يبقاو بزاف الجو، وأنهم غيمشيو القاعدة ويرجعوا باش يقصفوا المطار. قبل ما يخرج الملك من المطار ويتجه القصر ديالو بالسخيرات، غيطلب من الموكب ينطلق. هذا الموكب اللي كان كيتكون من سيارات الأمن والحراس والدراجات النارية وغيرها. كيقول الملك الحسن الثاني التجأ مولاي عبد الله إلى بيت أحد الفلاحين، أما أنا فقد التقيت بأحد موظفي المطار على متن سيارة صغيرة، وطلبت منه أن يترك لي سيارته، فامتطيت السيارة وسلكت ممرا يعبره التلاميذ، ثم قطعت الطريق المقابل للمطار الذي يؤدي إلى سلا. وبعد ذلك اجتزت المدينة بكل هدوء وتوجهت مباشرة إلى قصر بستخيرات، حيث كان أفراد عائلتي ووالدتي ينتظرونني. وبمجرد وصولي استحممت في مسبح ممتلئ بماء البحر لأستعيد سابق هدوئي، ثم أديت الصلاة شكرا وحمدا لله. أما أمقران من اللي عرف أن الطائرة نزلت بسلام في المطار، غيسلم زمام الأمور للنقيب العربي ببرج المراقبة، وغيهرب مع اليزيد بالمروحية الجبل طارق. أما بخالف وزياد فغيرجعوا القاعدة للتزود بالداخرة ومشاو يقصفوا المطار. من اللي رجعوا القاعدة شافوهم بعد الطيارين وسولوهم شنو وقع، وهو يقول لهم زياد إلا بغيتوا تعرفوا شنو وقع خذوا الطيارات ديالكم وتبعونا. وهنا غتنطلق 6 طائرات من القاعدة، وكانوا هالطيارين هما المهدي وبالقاسم وكمون وبحراوي وبنوا. مشاو باش يكملوا القصف ديال المطار، وقصفوا كذلك القصر الملكي بالرباط. ومن بعد نهاية القصف رجعوا كاملين للقاعدة بدون ما يصيبوا الهدف ديالهم، واللي هو
القضاء على الملك الحسن الثاني كيف ما كان مخطط أوفقير. ملي وصل الملك الحسن الثاني للقصر ديالو بالسخيرات غيجيبوا ليه الدراكيين طيار قويرة، وهنا غيحكي قويرة كل شيء للملك وأن أوفقير هو الرأس المدبر لهذه العملية. أما الجنرال أوفقير ملي عرف أن الإنقلاب فشل مشى لوزارة الدفاع وأمر الجنرال عبد السلام يلتحق بالقاعدة الجوية ويذبح قاع الطيارين المشاركين في الإنقلاب، وكانت هذه محاولة منه باش يصفي كل الشهود، لكن ما كانش في خباره أن الداركيين اعتقلوا قويرة وسلموه للملك بالقصر وحكى ليه كل شيء. غيمشي الجنرال عبد السلام نائب القاعدة الجوية الملكية القاعدة الجوية بالقنيطرة كيف ما أمروا أوفقير، وتم إلقاء القبض على المشاركين في الإنقلاب لكن بلا ما يذبحهم كيف ما أمروا أوفقير. ومن بعد غتحرك المدرعات بقيادة الكولونيل لوباريز وحاصرت القاعدة، وطلب لوباريز من الطيارين ينباطحوا الأرض وطلب من سائق الدبابات باش يسحقوهم، لكن غيدخل الكولونيل يوسي قائد القاعدة الجوية الملكية وقنعوا باش ما يرتكبش هاد المجزرة. من بعد غيتم اعتقال الجميع وداهم للمكتب الثاني للاستخبارات العسكرية من أجل الاستنطاق، ثم غينقلوهم لتكنة لواء المظليين باش يتم استنطاقهم مرة أخرى من طرف الدرك الملكي. أما ضباط الصف فغيتم اقتيادهم من طرف جنود وحدة إصلاح المعدات العسكرية التكنت الهندسة العسكرية بتمارا من أجل الاستنطاق. من بعد غيديهم للسجل العسكري بالقنيطرة وخضعوا العزلة الشاملة لمنتصف شهر نوفمبر، التاريخ اللي جا فيه الكولونيل بن عيادة كممثل قاضي التحقيق ووكيل النيابة. أما أمقران اللي هرب مع اليزيد لجبل طارق بالمروحية فغيطلب اللجوء، لكن المغرب غيطلب من بريطانيا يسلموا أمقران وليزيد، وهنا غتسلم بريطانيا أمقران وليزيد للمغرب بشرط يتم المحاكمة ديال المحاكمة عادلة. وفي 17 أكتوبر تم افتتاح محاكمة الإنقلابيين المشاركين في انقلاب البوينغ. كان عدد المتهمين 220 ضباط وضباط صف وجنود كلهم كينتميو للقاعدة الجوية. كان السيد عبد النبي بوعشرين وهو رئيس المحكمة، والكولونيل بن عيادة وهو قاضي التحقيق ووكيل النيابة في نفس الوقت، وكان من أعضاء المحكمة دليمي وسكيرش. تم وتور كل من أمقران وقويرة أمام القاضي واعترفوا بالتهم المنسوبة ليهم، واعترف ليوتن زياد بالتهم المنسوبة ليه، في حين أن باقي المتهمين صرحوا بأنهم مجرد منفذي الأوامر. في 7 نوفمبر غتصدر المحكمة قرارها بالحكم بالإعدام على كل من أمقران وقويرة والطيارين السبعة اللي هاجموا البوينغ والمطار والقصر الملكي، وشمل الإعدام كذلك النقيب العربي اللي حل محل أمقران في برج المراقبة، وكذلك الملازم ليزيد المسؤول على الرقابة الأمنية في القاعدة واللي هرب مع أمقران لجبل طارق. وصدرت أحكام تتراوح بين 20 سنة سجنا مع الأعمال الشاقة وثلاث سنوات سجنا في حق 32 متهم، وتم تبرئة 177. أما الجنرال أوفقير فاختلفت الروايات حول النهاية ديالو بين القتل والانتحار. رواية كتقول بأنه تم استدعاء القصر الصخيرات وكان في استقبال الدليمي وتعانقوا بعضياتهم، واستغل الدليمي هاد العناق باش يتأكد واش أوفقير هزم على السلاح، ومن بعد تم إدخاله من طرف الدليمي لواحد المكان كان فيه الملك الحسن الثاني ومولاي حفيظ العلوي، وتم تصفية أوفقير من طرف الدليم ومولاي حفيظ العلوي أمام أنظار الملك. ورواية كتقول أن الدليمي استدرج أوفقير ملي قال له أن الملك مصاب إصابة خطيرة في واحد المنزل قرب المطار. ملي مشى أوفقير لتما تم القتل دياله من طرف الدليمي. ورواية كتقول أنه انتحر حيث المناصب اللي تسلقها أوفقير والكبرياء دياله ما سمحوش لي أنه يتعرض للاستنطاق ونزع النياشين والإعدام، هادشي لش فضل الانتحار. الشي اللي خلى بعض الصحفيين يطرحوا هاد السؤال على الملك الحسن الثاني، كيف مات أوفقير؟ Que les
général Oufkir est trempé dans le complot de Skirat et dans la négative. Mais d'une façon générale, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde, toute la presse française s'est posé la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui a tué Oufkir? Mais aucun d'eux ne s'est posé la question, comment allait mourir Hassan? من بعد الوفاة ديال أوفقير رجعت فاطمة والأبناء ديال في الليل من كابو نيغرو. ملي هزت سيارة الإسعاف جثة أوفقير في الصباح انفجر صوت النواح والصراخ في حي السويسي. وفي الفترة المسائية جات سيارة باش تهز النعش ديال أوفقير. كانت فاطمة والبنات ديالها كيقمشوا وجههم حزن على فراق أوفقير. ومن بعد تموت على النعش في طائرة لنقل جثة للجنوب. وكان رؤوف أوفقير هو المرافق الأب ديالو. وكانت الجنازة في اليوم الموالي في نفس المقبرة اللي مدفون فيها الأب ديال أوفقير في مدينة بودنيب. وهكا كانت النهاية ديال الجنرال الدموي محمد أوفقير.